ريك اف ام الإذاعة الأولى في تونس. سلام، أهلا وسهلا. أي تونس، أي فيق وصحصح وكبس لي روحك فبحيث اللعب ماشي ويحراش. عندك زوز بلدان بحذاك من فوق مفتقين من بعضهم، وزوز على الجناب الرؤية فيهم ماهيش واضحة برشا، والدق وسل الدربالة. الشروق تحكي على 6 إصابات جديدة بالكورونا في تونس. هستيريا تخزين المواد الغذائية تصيب التونسيين، والمغرب تنبه الكورونا المستجدة وباء عالمي حتى لا نكرر خطأ الآخرين. بعد تسجيل 6 إصابات جديدة أمس بفيروس كورونا في تونس الكبرى، ارتفاع العدد الجملي للمصابين إلى 13 حالة مؤكدة، ودعوات للامتثال للحجر الصحي. وراهو الآخرين اللي ما يلزمش نكرروا أخطائهم، ما همش العراق والصومال والفلبين، هذوما فرنسا وإيطاليا، معناها بيبي هامبو وما تجلطمش على بدنك. وهبط المدفعية الثقيلة تونس، وكما قالت لو كوتيديان، الأوجاع الكبرى لازمها معالجات كبرى، او غران مو لي غران روميد. اليوم كنت ناوي نعمل عرعور على التظاهرات الرياضية والمساجد، الزوز تجمعات كبار اللي لازم نوقفهم في أقرب وقت للحد من انتشار العدوى، وإيقاف الرحلات من وإلى فرنسا وإيطاليا أو الحد منها قدر الإمكان، حتى لين يسيطروا على المرض ولو نسبيا، وبعض الإجراءات المستعجلة الضرورية الأخرى. أما هاو رئيس الحكومة بش يتكلم العشية في أول خطاب منذ توليه المنصب، برا نعطيوها فرصة نسمعوه. بازرة وتفرج في ماكرون البارح وصباح معمر، قال لهم سخير روحوا بش يقدني هذا، تيانا عندي جرد 13 حالة، هو مكهب على 2000، تو نشوفوه هش بش يعمل ونفهم رويحنا على شنو قادمين. خاطر بخلاف الكورونا في حد ذاته، عندك زادة الجانب الضروري متاع إدارة الهستيريا. أمال ولا كما صاغتها لابخيس، حذاري وباء قد يخفي آخر. فيك نيوز autant du coronavirus، une pandémie peut en cacher une autre quand les Tunisiens cèdent à la panique. يحكيوا على الأخبار الزائفة واللهفة والجزع والهلع والفزع، ولا الكارثة الأخرى اللي تحكي عليها الصباح، متطببون في زمن الكورونا والإفتاء الإعلامي يتواصل. أك الشعوذة والتحيل والخرافات اللي ديما نكعرر عليهم، ونبدأ نكعرر ونزيد نكعرر، بعد نقول بلكشي أنا اللي مانيش فاهم، بلكشي هذيك أدوات الارتقاء الطبيعي باش يخدم على روحه، لسيليكسيون ناتوريل، إيش مدخلني أنا؟ ساعات نقول أخطاني من العقلانية والعلم وإجراءات السلامة والريق هذي، أي برا نقول نعمل تبخيرة للستوديو.